وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا رب العالمين، واجعله خالصا لوجهك، وانفعنا به يا رب العالمين مع أولادنا وأزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا رب العالمين، واجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك، لا رياء فيه ولا سمعة ولا حرصا على شهادة ولا شيء آخر، إنما هو لوجهك يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم وحياتكم بكل خير. درسنا في هذه الليلة ولقاؤنا معكم أيها الأحبة الكرام يتحدث عن قضية من أخطر القضايا وأهمها، وأزعم في داخلي أن هذا الموضوع لأول مرة يطرح في بلادنا، بل إن هذه القضية التي سنتحدث عنها اليوم قضية غائبة عن البلاد العربية، والذي يتابع حركة النشر ويتابع مراكز البحوث في العالم العربي والإسلامي ويقارنها بالبلاد الأخرى لا شك أنه سيخرج بنتيجة أن العناية بالثقافة الأسرية وتقديم البرامج العملية وتقديم النشرات المستمرة إضافة للمطبوع في كل فترة زمنية، إما ربع سنة أو نصف سنة أو سنة، تقدم للناس بالشيء الجديد والمميز الذي ينفعهم في داخل بيوتهم، هذا نادر جدا في بلادي، في البلاد العربية وفي الخليج العربي بخاصة. هناك محاولات لا بأس بها، لكنها تظل محاولات بدأت ثم ماتت، محاولات بدأت ثم ماتت. وأنا هنا أؤرخ الحقيقة لهذه القضية لنبدأ بعد ذلك إن شاء الله من حيث انتهى الآخرون. كانت هناك محاولات لا بأس بها في تقديم ثقافة تربوية مقروءة، ولكنها ظلت حبيسة الأرفف لأنها محاولات من جهات حكومية ليس لها تواصل مع الناس، وهذه مشكلة، لأنه أحيانا عندما تكون الجهة جهة بعيدة عن متابعة الجمهور وملاقاتهم، يعني ليست جهة تجارية تحرص على أن يصل هذا الكتاب حتى لو كان بسعر، لكنه يصل إلى كثير من البيوت، ستظل هذه لا شك هذه التجربة محدودة وضعيفة أيضا في تواصلها مع الناس. لدينا مكتب التربية الخليجي لدول مجلس التعاون، هذا المكتب مكتب مميز ورائع، ولديه من الأطروحات والكتب ما ينبغي لكل مرب أن يعتني على الاطلاع عليها. هذا المكتب جيد، وأنا أنصح إخواني بمتابعة ما يصدره هذا المكتب، وقد أخرج مجموعة من أخرج نشرتين ثقافيتين للأولاد في بناء القراءة، بناء قيمة القراءة عندهم، وهي من الأهمية بمكان، لأن المركز يتميز بأن الموجودين فيه أناس متخصصين وعميقين جدا في التخصص، لهذا أطروحاته أطروحات رائعة، لديهم كتب كثيرة أنا لا أريد أن أضعها كلها بين أيديكم، ولعل الحديث اليوم بإذن الله تعالى سيبرز مجموعة منها مما نحتاجه نحن في بيوتنا. هناك دراسات جيدة أيضا، ميزة دراسات مكتب التعاون أن الدراسات الموجودة فيه سهلة، بمعنى أنها ليست أكاديمية، ليست لغة أرقام مزعجة للقارئ، بل يمكن لأي شخص أن يقرأها ويستفيد منها بإذن الله تعالى. هذه إذا جئنا لتجربة خليجية، لدينا تجربة عربية، تجربة حقيقة رائدة وجيدة، وهي تجربة القراءة للجميع في مصر، ولزوجة الرئيس هناك سوزان مبارك اعتنى بهذا الموضوع كثيرا، وقد صدر منه أعداد كبيرة جدا، وطبع منه إلى الآن مشروع القراءة للجميع في مصر، طبع منه إلى الآن 30 مليون كتاب. وفكرة المشروع هي توصيل الكتاب الغالي السعر بطبعة شعبية للناس، لذلك تجد طبعاته يعني بسعر زهيد ورمزي لا تجاوز 2 جنيه 3 جنيه وغيرها، وإن كان عندهم ما شاء الله هم في مصر الكتاب المستعمل له رواج كبير، والإخوة هنا أظنهم يؤيدون، خاصة هناك لديهم مكان يسمى الدراسة، هذا المكان هو مكان
الكتاب المستعمل والقديم، ويأتي في المعرض معرض الكتاب الحقيقة بشكل كبير جدا يمكن الإنسان يستفيد منه. وأنا حصلت لي حقيقة نكتة وطرفة في أحد المعارض هناك في القاهرة، فأحد الإخوة كان يحتاج كتاب في الطب تخصص، سعره في السعودية ب600 ريال، وجدته في الكتاب المستعمل ب2 جنيه، وشريته له 2 جنيه. طبعا تلك الأيام ممكن يساوي ريال، خاصة اللي يصرف في شارع محمد علي في السوق السوداء، ويعرفوها إخواننا هناك، وبلاش فضايح. طيب عشان الإخوة اللي يروحوا مصر لا تصرفوا من البنوك، اصرفوا من السوق السوداء. شارع محمد علي هو أحسن شارع هناك لصرف هذه الأموال، ولا لا؟ خلص؟ هذا موجود وراء الخطاطين باثنين بشارعين، موجود واحد هناك يصرف. أعرفه. كيف؟ ما اسمع. لا لا، في فارق، فيه السوق السوداء دائما يباع فيه كل شيء. لا لا، اصلا هذا ما يحتاج سجل لانه فضايح اصلا. احنا رحنا وصلنا الى اماكن مي كويسه. طيب اخواني، تجربه الحقيقه القاهره كانت تجربه جيده. انتقلت هذه التجربه الى المغرب العربي، الذين يزورون المغرب العربي ايضا يطلعون على هذه الكتب. وبالمناسبة المغرب أول بلد عربي أخرج كتاب الجيب، هو أول بلد عربي سبق كل البلدان العربية، ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة. ومن القاهرة في معرض الكتاب ذهبت مجموعة من الدور المشهورة بالكتاب يعني الرمضاني والمواسم، واستفادت من هذه التجربة ونقلتها. عموما إخواني الكرام، الذي أريد أن أصل إليه من هذه المقدمة أن الثقافة التربوية المبنية على المقروء والمسموع والمرئي ضعيفة في البلاد العربية، لهذا لا يوجد مطلقا في الخليج العربي كله مؤسسة تقدم لك نشرة كل 3 أشهر تقول لك بأن حركة النشر في الجانب الأسري والتربوي هي كذا وكذا وكذا، وأن الكتب التي صدرت هي هذه الكتب، وأن هذا الكتاب يعتني بهذه المرحلة. تعرف بهذا الكتاب في ربع صفحة أو أقل من هذا؟ أحد يعرف يا إخوة؟ أنا درت هذه البلاد لم أجد شيئا مطلقا في هذا المجال. لهذا التحدي الآن الكبير، نحن نحتاج إلى أناس يعلقون الجرس، أناس في الدمام، أناس في الرياض، أناس في جدة إلى غير ذلك، يتبنون مؤسسة أسرية مهمتها تقديم مادة علمية ثرية في كل شهر أو شهرين أو 3 للناس. هذه المادة عبارة عن ماذا؟ تكشيف. اللي في علم المكتبات يعرفون معنى تكشيف. التكشيف في بطون المجلات والدوريات والمؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية ولقاءات الجمعيات المتخصصة، إضافة إلى الكتب التي تنشر في كل فترة زمنية وتقدم للناس. هذا تحدي كبير، نحن بدأنا به في الرياض الحمد لله، حصل لدينا الآن إلى الآن 2 اجتماعان، ونحن بصدد الآن إنشاء مركز متكامل نبحث فيه عن متخصصين لتكشيف ما يوجد في الأسرة، ليس السابق بل السابق والجديد. أيضا أن السابق عندنا عدد كبير ضخم الذي له اهتمام بقضايا المرأة والأسرة، أحد إخواني اعتنى بهذه القضية، كتب وجمع وغيرها، فيه ولا ما فيه ولا هو فقط؟ فيه رجل اسمه عبد الجبار الرفاعي، عبد الجبار الرفاعي أخرج كتابا سماه الأسرة والمرأة في النظام الإسلامي، مجلد كبير ضخم، اعتنى برصد ما كتب سابقا عن الكتب الأسرية يعني في 15 سنة 20 سنة السابقة، وهو كتاب الحقيقة جيد. وعبد الجبار عموما هو من الرجال القلائل الذين تفننوا في الببلوغرافيا الذي هو جمع الكتب في فن معين، وله موسوعة لم ترها أعينكم أبدا، موسوعة في السيرة النبوية تقع في 10 مجلدات، كتب فيها الكتب المؤلفة في السيرة والمقالات المؤلفة في السيرة في الكتب باللغة العربية والأردية والألمانية والإنجليزية وجميع اللغات الحية، وهذا كتاب ضخم يقع في 12 مجلدا، كتاب كبير جدا. والببلوغرافيا لا شك أنها يعني مفيدة ونافعة لمتابعة الموجود حول هذا العلم أو حول هذا الفن. إذن أحبة الكرام، نحن اليوم نراهن بأن هذا اللقاء وهذا الدرس
نحاول بإذن الله تعالى أن نقدم توطئة أرضية لكل واحد منا بحيث يستطيع أن يعرف ما هي المجالات التي هو بحاجة إليها كأب، والتي الأسرة أيضا بحاجة إليها، والتي ينبغي أن يملأها، وما نوع الأشياء الذي يملأه به، هل هو مسموع أو مقروء أو مرئي أو غيره. في هذا اليوم بإذن الله تعالى سنحاول أن نكون مكتبة أسرية متميزة مناسبة لجميع المراحل العمرية في داخل البيت. نحاول أن نرى ما هي أكبر الجوانب التي ينبغي أن نحرص عليها الأب، بحيث يبحث عن الكتب التي تملأ هذه الجوانب إن شاء الله تعالى. طيب، هذه مقدمة، نفتح الصفحة لمقدمة ثانية، وهي عندما نناقش أي موضوع أيها الإخوة في مجتمعنا، مشكلة أنا إذا اتجهت جهة أنسى الباقي، إذا فتحنا أي موضوع في مجالسنا، في استراحاتنا، على شواطئنا، في أي مكان، أي موضوع، حاول أن تلقي أنت بالموضوع ثم انظر وجهات نظر الناس حوله، ستجد أنها مختلفة، أليس كذلك؟ فعندما تتحدث حتى عن المواضيع الحية التي هي أمام الناس ورأي عينهم، إلا أنك تسمع عبارات عجيبة جدا، أحدهم مشرق والآخر مغرب. نأخذ مثالا، أي مثال من الأمثلة حتى يصير الجو حامي شوي، نأخذ مثال الهيئة. افتح مثلا ملف الهيئة أمام الناس، ستجد أن من أخذ كفا في يوم من الأيام من الهيئة وقبض عليه له موقف معين، ليس موقفا صحيحا، إنما هو موقف نتيجة لماذا؟ لردة فعل شخص آخر يتسم بالعقلانية والاتزان والهدوء مثلا، تجد أنه لديه تقييم معين، وثالث ورابع، تكاد تجزم بأن إذا كان عدد الحاضرين 20 شخصا فلكل واحد منهم مفهوم يختلف عن الآخر. لماذا؟ وقس على هذا الذي أريده، ليس حديث عن الهيئة، فالهيئة على رؤوسنا ونحن جنود لها وخدم لها، نساعد لأن هذا دين وعبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن أنا ضربت مثالا بهذه القضية الحية التي دائما ما نراها مطروحة على صفحات الجرائد والمجلات وغيرها. لكن حتى في القضايا التربوية، خذ أي قضية تربوية تتحدث عنها وانظر إلى وجهات نظر الناس، تجد أنها ماذا؟ مختلفة. والسبب أنه ليست هناك ثقافة تربوية مشتركة توصلهم إلى أرض مشتركة في حل هذه القضية أو إيجاد وجهة نظر صحيحة حولها. لكن كل إنسان الكلام الذي يخرج من فمه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كلمة سمعها في خطبة، ليس كذلك؟ أو شريطا سمعه، أو دورة حضرها، أو نتيجة لخبرة تعرض إليها من خلال أحد الأبناء كان معاندا أو كذابا أو نحو ذلك، فخرجت هذه الخبرة لديه وقدمها بعد ذلك للناس. لكن هل هذا الكلام الذي يخرج منه مبني على أساس علمي؟ لا، وللأسف الشديد. لهذا نحن إلى الآن لدينا مشكلة كبيرة جدا، سواء في مجتمعنا أو بقية المجتمعات، وأنا أقول الخليج العربي عموما لديه هذه المشكلة، وبلادنا لديه هذه المشكلة بشكل كبير، أننا إلى الآن لم نعترف بأننا بحاجة إلى ثقافة تربوية مؤصلة. نحن صحيح نسمع أشرطة، نحضر دورات، لكن تبقى القراءة لها وضع خاص في إعطائك معلومة صحيحة وموثقة، وتستطيع أيضا أن تستحضرها في أي وقت وترجع إليها متى ما شئت، وتستطيع أن تطبق جزءا منها وهكذا. لكن مثل هذه الدورات الجماهيرية الكلام ينسي بعضه بعضا، لكن عندما تكون لديك ثقافة أنت تبنيها في نفسك، فيعني يكون هناك شيء آخر حقيقة في البناء الشخصي. إذن الذي جعل أفكار الناس ووجهات نظرهم مختلفة أمام القضايا هو عدم وجود ثقافة تربوية صحيحة مؤصلة مبنية على علم صحيح دقيق يرجع فيه إلى مراجع أصيلة في هذه الأمور. طيب، دعونا أيها الإخوة في بداية هذا اللقاء وهي الصفحة الثالثة نسوي اختبار على أنفسنا ونرى من منا انتهى من قراءة كتاب متكامل عن تربية الأبناء أو العلاقة الزوجية. لا أحد يخاف من العين يا جماعة، لأنه يوم الجمعة إن شاء الله ما فيها عين بإذن الله، يعني حتى لو انتهيت من كتاب ما في مشكلة. أي شخص إخوان الكرام، حتى الأخوات النساء، أريد شخصا قرأ كتابا من الغلاف إلى الغلاف في تربية الأولاد واستفاد من المعلومات الموجودة فيه وبدأ يطبقها أيضا في حياته، يلا يا إخوة، حتى لو كان في المنام أيضا ما في مشكلة. هاي مشايخ، كل واحد ورا العمود ولا شيء ما فيه. طيب،
أيوة تفضل يا أختي، ما اسمه؟ إيش اسمه؟ مكتيب هذا صغير، بس المؤلف غلط على كذا. طيب إذا المؤلف ما هو صحيح معناها الكتاب كله راح. يعني الكتاب يلازمكم شهرين، شهرين، 3 أشهر، ينبغي أن تكون هذه المعلومات واضحة. طيب أبدا ليس كتابا مؤلفا بهذا العنوان. أنا أعرف ماذا تقصدين وأعرف الكتاب الذي تشيرين إليه. طيب هذه أخت من الأخوات قرأت أحد الكتب تقول في مجلدين أيضا مشايخ. طيب أحد تفضل شيخ. لا هذا رشوة الله يرضى عليك. هذا ما يجوز مرة. طيب كتيب يا أخوة خلونا ننزل تحت، كتيب صغير من 20 ورقة، تذكروا حاولوا تستحضروا. ها طيب مطوية شيخ، تفضل. في مطوية تفضل شيخ، فوق يعني اشتراك في قناة زاد المربي بس، لا كتاب ولا مطوية. اي هذه سندوتشات. لا ما حد، ما هي سندوتشات، هي بطاطس شيبس، واحدة واحدة واحدة، ما فيها، لا تشبع ولا تسمن، لا تسمن ولا تغني من جوع، هي مفيدة ونافعة لكن ليست. ها يا اخوان تلاحظون عندنا مشكلة صحيح ولا لا؟ أشرطة ممكن أحد يسمع أشرطة صحيح، دورات ممكن. طبعا ما نبغى نسأل السؤال الذي بعده، هل أولادنا يتلقون أيضا ثقافة في البيت ولا لا؟ هذا عاد شيء آخر، البنات يعرفون شيء عن مستقبلهم الحياتي إلى غير ذلك، هذا شيء أيضا يعني للأسف الشديد عندنا قصور فيه. طيب ما السبب يا إخواني؟ ما السبب؟ لماذا نحن لا نحاول أن نبني أنفسنا مع وجود قناعة في الداخل أن تربية الأبناء قضية مهمة ورئيسية في حياتنا، إلا أننا لازلنا نقدم رجلا ونؤخر أخرى في بناء ثقافة تربوية صحيحة من خلال القراءة؟ لماذا؟ لماذا لا نبني نحن ثقافة أسرية؟ ها يا مشايخ إجابات؟ تفضل شيخ. ما في إيش؟ دور للنشر تعتني بهذا ممكن وغيره، تفضل. اها انه لم ينشأ عن مشكلة في القراءة عموما، تمام، لكن انت الان اب اصبحت لديك مسؤولية تحتاج انك تقرا فيها، ممكن انت ما قرات صحيح سابقا لكن الان القراءة اصبحت وجوبا في حقك، تفضل سناتيك يا اخي. ما نحب القراءة يعني. ما تحب القراءة؟ ما احب نقرا يعني. غديت انت اليوم صحيح؟ ايه. ليش؟ أحب الكبسة. لكن الكبسة الثانية ما تحبها. لا ما أحب. مشكلة هذه. طيب صحيح حب القراءة أحد الأشياء. هواية يعني، ما هو أن في ناس مثلا شيء تهواه بتسويه. أحسنت صحيح. تفضل شيخ. آه ماشي، قلة المصادر وعدم توفرها أيضا. ها الواحد يشوف يعني طريقة مثلا تربية أبوه وأخوه، آه يحاول إنه يقلدها يعني يحسب إنها استنساخ تجارب صحيح وغيره. مشايخ آخر إجابة نأخذ الجهة اليسار، هذا إحنا محرومين منكم. ها النت وفر معلومة سهلة. أي نعم، مجرد ما تجيك مشكلة حط بس في الشيخ جوجل للدنيا كلها أمامك صحيح. الأخ تفضل. أقول يا دكتور لا تواخذني، يعني أنتم ما قدمتوا لنا بعد يعني بضاعتكم، برضو يعني مقلين في تقديم اللي هي يعني الناس اللي هي علم التربية يعني. اها يعني كيف يعني كيف؟ يعني أهل الرياضة قدموا الرياضة اللي عندهم، دائما الناس يتابعون الرياضة، أقصد أنه يعني حتى يوم جاء وقت الأسهم العالم يدخلون دورات أسهم لأنه كل، لكن التربية يعني المنشور فيها قليل وكذا تقصد يمكن. لا الناس التربويين يعني ما نحس أنهم يعني يقدمون اللي عندهم. شوف هالورقة تشوفها سحرة، هذه كلها مؤلفات في الأسرة والتربية. ها خذوا هذه وهذه الورقة الثانية وهذه الورقة الثالثة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك حركة جيدة للنشر في مجال التربية الأسرية، لكن من يركز عليه؟ من يبحث عنه؟ الترويج ما يجوز، أنت عارف مكافحة مخدرات بعدين، خلنا في الترويج الآن الله يرضى عليكم. طيب
تفضل. سورة من؟ لا لا ما يعجبني أنا الاستغلال كذا السريع، شوي شوي سلولي سلولي بتشوف. على فكرة أنا قلت عازم أرسل لك رسالة. أصبر يا عم. أرسل عليك بهذا الأمر، أقول لك يعني الكتب إن شاء الله تبقى قبلنا مطبوعة أو صورة منها يعني. لا لا هذه لا. أشغلتني التسويف هو ضيع هذه الرسالة أن تصل. أبداً أنا عارف إن عندك مركز تدريب وجالس تشتغل أنت من خلاله، والكلام كله اللي يصير هنا تروح تنقله هناك بفلوس للأسف الشديد يعني. صح ولا لا؟ طيب ماشي. لا لا من غير فلوس. من غير فلوس. لا بس لا بس طيب. ماشي يا مشايخ. إذن الآن تلاحظون من خلال هذه الأسئلة أن لدينا مشكلة في هذا الجانب، ذكرنا جملة من الأسباب وهناك أسباب كثيرة في حياتنا لا شك أنها يعني أثرت على هذا الموضوع. أحد الأسباب الموجودة في أذهاننا لكن لا نصلح بها أن بعض الناس يقول أن المعرفة والثقافة التربوية لا علاقة لها أبداً بتربية الأبناء. قلنا له ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا أن هناك أسر فقيرة معدمة جاهلة، أب أمي وأم أمية، ومع هذا خرج أبنائهم عباقرة ومميزين، أليس كذلك؟ فكيف نرد على هذا؟ تفضل يا أخي. لا ميكروفون وبعدين تيارات. تفضل. وجود التيارات يا دكتور، التيارات الجديدة مصر الآن اختلافها تنوع يعني مكان المصادر. يعني تريد أن توصل لفكرة أن الحياة تعقدت وتغيرت وأصبح فيها أشياء كثيرة. تنوع أنواع المصادر. أها. أول مصدر بيت، الآن مصدره أنت أعلم. جميل جميل. بعدين جيب لي واحد عامي الآن وأمي وعنده ولد في سن المراهقة وما شاء الله. يعني أنت ممكن تأتي بشخص أب وأم أمية صحيح أعمارهم الآن 50 سنة 60 سنة عندهم 10 أبناء. الأول والثاني والثالث اللي عاش في مرحلة ليس فيها كثير من هذه الأخلاقيات السيئة وهذا الانفتاح الإعلامي وجوالات وإنترنت وغيرها، لا شك أنك تجد أن هناك نوع من الهدوء والاستقرار في تربيته. لماذا؟ لأن منافذ توجيهه وتربيته قليلة، والمؤثرات أيضا عليه ضعيفة. وأيضا هناك قضية ثالثة أن المجتمع كان كله يربي، فإمام المسجد يربي والجيران يربون. الآن إذا امتدت يدك على ولد جارك يهجرك سنين بسبب طفل صغير عمره 5 سنوات قد ترى أنت عليه ملاحظة سيئة أو سلوك أخلاقي مشين ونحو ذلك. فمع هذا بمجرد أن تقترب من هذا الشاب تحصل مصيبة كبيرة بينك وبين جارك. لكن هؤلاء الأبناء الآن الأول والثاني والثالث تجد أنه فعلا تلقوا تربية جيدة، كان هناك تحميل للمسؤولية بحكم أن الحياة كانت صعبة، لكن انظر لعاشر واحد منهم كيف مختلف تماما، ليس كذلك؟ لهذا الأب والأم الآن الجاهلان اللذان، لا أتكلم على جاهلان أنهم لا يقرؤون ويكتبون، لا، الذي ليس لديه ثقافة تربوية يتعب كثيرا جدا في ممارسة العملية التربوية في داخل بيته، لأنه سيجد أمامه ماذا؟ سيجد أمامه مشاكل تتكرر يوميا يعني بشكل غير طبيعي من قبل هذا الابن والثاني والثالث والرابع، وهو لا يملك إلا ردود أفعال وتوبيخ ورفع صوت، لكن هل يملك يعني أداة تربوية يستطيع أن يمارس بها هذه الأخلاقيات؟ أتصور هذا غير موجود. إذن نحن نريد قضية مهمة أيها الإخوة نؤصلها، أن المعرفة التربوية لها أثر كبير ومهم في تنشئة الأبناء. لماذا؟ لأن الحياة تغيرت وتعقدت، هناك انفتاح على كل شيء، ولأن المعرفة التربوية التي نحن ننادي بها في هذا اليوم ونتكلم عليها ليست من أجل وعظ الأطفال، إنما هي من أجل ماذا؟ من أجل تغيير سلوك المربي في تعامله مع الأطفال. نحن عندما نقول يا جماعة اقرأوا، يا ناس احضروا دورات، يا إخواني استمعوا لأشرطة، ليس مرادنا هو أن نعظ هؤلاء الأبناء، لا، نغير سلوكنا نحن في التعامل مع الأبناء. نستطيع أن نملك بعد ذلك القدرة في التعامل مع مشاكلهم، في توجيه البيت، في إعداد بيئة مميزة أيضا في داخل البيت، في التعامل مع هؤلاء الأطفال. ولذلك تجد أن الشريعة اعتنت بهذا الأمر، فلدينا كتب متعلقة بالأسرة سواء في كتب الحديث في ككتاب النكاح مثلا وما يتعلق به، وأيضا في كتب الفقه اعتنوا بهذا، كل من أجل أن هذه الأسرة تستقيم وتسعد في داخل بيتها. لماذا الثقافة الأسرية؟ لماذا الثقافة الأسرية؟ لأمور كثيرة. لماذا نحن ننادي بثقافة أسرية؟ لأمور كثيرة. أولا
لأنها مظهر جيد لاهتمام الأسرة بالتربية بلا شك. إذا رأيت أسرة معتنية بقضية الثقافة التربوية فهذا مظهر من مظاهر التحضر عند هذه الأسرة والقوة أيضا. الأمر الثاني أيها الإخوة نوع من المقاومة ولكن بوعي، نوع من المقاومة وبوعي. نأخذ مثال، كل الناس الآن بلا استثناء يلاحظون تغيرا كبيرا على بناتنا وشبابنا، لكن دعونا نركز على دائرة معينة وهي دائرة البنات والزوجات. قبل 10 سنوات عندما تدخل زوجتك إلى قصر أفراح تجد أن النساء يعني ملابسهم لا بأس بها 12 سنة مثلا سابقة، الآن دعها تدخل، ما الذي يحصل؟ هناك يعني تغير جذري في هؤلاء النساء. تدخل استراحة من استراحات أحيانا فيها 20 فتاة كلهم بنطال صحيح؟ والبرمودة في الطريق. أما لبس الساري والهندي والبطن اللي برا، وأحيانا امرأة أصلا يعني ما شاء الله وزنها 177.5 ثم تلبس ملابسا فاضحة لا يعني فيها لا حياء ولا شيء ولا، ثم تذهب إلى لتلك الأماكن، هذا كل نوع من التغير. لكن هذا التغير لم يأتي في عشية وضحاها. الذي يتابع حركة تغريب المرأة في العالم الإسلامي عموما يجد أنه يمر بخطوات معينة. وأظن الأخوة جميعا قرأوا كتاب هل يكذب التاريخ لعبد الله الداود ولا لا؟ اللي ما قرأ يقرأ، يقرأ وجوبا هذا الكتاب، هل يكذب التاريخ لعبد الله الداود، لترى كيف كانت حركة التغريب في العالم الإسلامي. نحن اليوم جزء من هذا العالم سنتأثر به قطعا. نساؤنا كان لديهم الحقيقة، وفتياتنا قبل يعني بضع سنوات لديهم الحياة والحشمة والحرص على الحجاب الشيء الكثير. الآن في تغير ولا ما في تغير؟ في تغير. تذهب إلى السوق لا تكاد تجد إلا امرأة أو امرأتين متحجبتين، تركب في الطائرة الطائرة ثلثها نساء ليس فيها إلا امرأة واحدة متحجبة أو امرأة، والباقي إما لثام وإلا كاشفة وجهها. وقد تدخل أحيانا سوق فتجد امرأة عجوز كبيرة محجبة لا يظهر إلا شيء بسيط من عينيها، وتسير بقمة الحشمة وأمامها 5 بنات من أمامها وخلفها كلهم غير متحجبات، أليس كذلك؟ هذه مناظر نراها. كيف حصلت هذه المناظر؟ حصلت من خلال مكر كبار يسير في بلاد المسلمين لكن بهدوء ليس بعنف. عندما تقرأ أنت هذه الحركة وهي حركة تغريب المرأة في العالم الإسلامي، بمعنى أن تتكون لديك ثقافة أسرية فكرية في الهجوم الذي تتعرض له الأسرة، والأسرة جزء منها هم هؤلاء النساء فضلا عن الشباب فضلا عن الأطفال فضلا عن الوالدين لتغريب أفكارهم وتغريب أيضا طريقة تربيتهم لأبنائهم، ستجد أنك تبدأ الآن بمقاومة، لكن مقاومة بوعي. نتيجة لماذا؟ نتيجة لفكر مسبق أنت قد قرأته في كيف تدخل هذه الأشياء وهذه السلوكيات المشينة إلى بلاد المسلمين. إذن الثقافة الأسرية التربوية تعطيك بعدا فكريا لما يدور حول الأسرة بجميع أطيافها، وهذا لا يحصل لإنسان لا يتلقى إلا عبارات طائشة. ولذلك تجد ماذا؟ تجد دائما نحن عندما نتحدث عن قضايا فكرية تتعلق بالمرأة والأسرة ما هي إجاباتنا؟ الله المستعان، والله الوضع صعب، الوضع سيء للفتاة، الوضع كذا. تجد أن عباراتنا كلها عبارات عاطفية عامة ليس فيها وعي، ليس فيها بناء ثقافي يؤهلك لأن تتحدث في هذا الموضوع وبقوة. هذه مشكلة كبيرة نحن نعاني منها في مجتمعنا. لذلك تجد الناس تجاه أي قضية من القضايا كلامهم كله كلام عاطفي، كلام عام لا يمكن أن يحل مشكلة، إنما هو يزيد الطينة بلة. ولهذا تجد أن الفتاة في البيت تتغرب بهدوء ووالدها ينظر وهو عاجز أن يقدم شيئا. لماذا؟ أنه ليس لديه أصلا فكرا سابقا يستطيع أن يستكشف من خلاله ما الذي يدور ليقدمه لهذه الفتاة. الآن فتياتنا يا إخواني وأخوات الكريمات في الجامعة مثلا كيف وضعهم؟ الدراسات تقول دراسات فاضحة الحقيقة، سواء في السكن النسائي، سواء في الترجل بعض النساء، امرأة تجدها في الساحة في أثناء الفسحة الدراسية وأمامها 5 بنات ولابسة قلادة وفيها جمجمة هنا، وثم اللباس الزند في الخارج وعباتها في حالة لا يعلمها إلا الله. هذا الوضع ما الذي نحتاجه؟ نحتاج أن نعيد هذه الفتاة بصدمة عنيفة لكن مبنية على دراسة لتعرف ما هي قيمتها وما هو وزنها وما هو واجبها. وأنا حاولت أن أقدم مختصر في هذا
لإخواني وأخواتي في شريط أنا حرة، أظنكم سمعتموه ولا لا؟ سمعتموه ولا لا؟ من سمعه؟ طيب نبغى كذا تقييم نقي صافي بكل وضوح، حتى لو قلت لي ما يصلح أنا ما عندي مشكلة، أنا ما في جيد، خلنا نستسمعه. أنا أريد ما الذي استفدت فعلا من هذا الشريط؟ طيب نبغى واحد ما أعطينا للتقييم. سمعتها جيد والله. الله جيد، بس في جيد، في جيد جدا، في ممتاز مرتفع، في ايه بلس، وفي ايه وفي لا ممتاز يا شيخ. من اللي سمعه يا اخوان قريبا يعني؟ ها شريط انا حره؟ لا لا لا، بدانا في المناطقيه والشعوبيه يا رجل، خاف الله. احد سمع انا حره يا اخوان؟ انا اتمنى ان انه يسمع يعني بشكل اكبر، وانا حاولت ان ارد على اغلب الشبهات الموجوده حول المرأة لكن بطريقة عقلية، لهذا لم أذكر لنصين فقط، نص من القرآن ونص من السنة، ثم بعد ذلك كنت في نقاش عقلي مع هؤلاء الذين يتكلمون على قضايا تحرير المرأة وغيرها، وتحدثت أيضا عن جانب مهم وهو تقسيم المرأة في العالم العربي، وأنها لا تخرج عن أربعة أنواع: قوية فاضلة، وقوية غير فاضلة، وضعيفة فاضلة، وضعيفة غير فاضلة. نساؤنا لا يخرجون عن هذه الدوائر الأربع: قوية فاضلة، قوية غير فاضلة، ضعيفة فاضلة، ضعيفة غير، ضعيفة غير فاضلة. وركزت على قسمين منهما وهما القوية غير الفاضلة والضعيفة غير الفاضلة، وكيف حاولوا أن يقلبوا العالم الإسلامي فعلا من حال إلى حال. طيب إذا نوع من المقاومة بوعي أيضا من الأشياء أيها الإخوة، تساهل الناس في طلب العلم الغير ملزم به، يعني الناس الآن تأخذ الواجب، أما أشياء مستحبة قراءة خارجية فهذه لا ينتبهون إليه الناس. أيضا من الأمور التي تدعون إلى بناء ثقافة أسرية هي تأثير الغرب اليوم علينا، وهذا واضح، نحتاج عندئذ أننا نقرأ ثقافة أسرية تربوية نظيفة. الذي يتابع أيها الإخوة، كأني رأيت واحد من الإخوة متابع، الأخ محمد أينك؟ رأيته قبل قليل هنا. المهم يا إخوان، الذي يتابع الحركة التربوية الغربية سيجد ماذا؟ سيجد أن هناك نظريات تربوية تسللت إلينا ودخلت في كثير من دوراتنا وفي كثير من كتبنا، ثم أصبحنا نحن نؤمن بها وندافع عنها. نأخذ مثال حتى لا يكون كلامنا عاما. الذي يتابع التربية الأمريكية بالذات، الأمريكان الآن من خلال نظرية التربوية الموجودة عندهم وصلوا إلى المرحلة الرابعة من النظريات التربوية، الأولى والثانية والثالثة اقتنعوا بأنها غير صالحة لمجتمعاتهم، وهناك كتب قيمت أيضا يعني الفكر التربوي الأمريكي والأوروبي، وسأذكر لكم هذا الكتاب بعد قليل إن شاء الله. المشكلة الآن نحن في البلاد العربية لما بدأت الدورات NLP وكذا وبدأ الإخوة يخوضون في هذا العالم، أخذنا كتبا مترجمة، أخذنا هذه الكتب المترجمة حاولنا أن نصيغها بصياغة ماذا؟ إسلامية عربية، ونقدمها ممزوجة ببعض الأدلة الشرعية، ونلوي أحيانا الدليل الشرعي من أجل أن تكون هذه القاعدة صحيحة، بينما الأمريكان أنفسهم تاركوا هذه القضية من أولها لآخرها ورأوا أنها غير صالحة للمجتمعات. قد يقول إنسان قد تكون صالحة في بلادنا، نقول يا إخوان الكرام النظريات التربوية المتعلقة بالإنسان أو القضايا التربوية المتعلقة بالإنسان في نظري أنا أن 70% 80% منها يعني ليس لها علاقة بالدين. أرجو أن تفهموا ماذا أقصد، بمعنى أنها نظرية متعلقة بالإنسان نفسه، يعني لما تأتي لقضية العناد مثلا هذه متعلقة بأمور تربوية ونفسية، فيأتي دارس لهذه المشاكل ويعطيك خلفية فيها، لكن ما تجد نصوص صريحة تقول لك أن علاج هذه القضية كذا. الشريعة تعطيك عمومية بلا شك، ثم بعد ذلك أنت من خلال خبرتك وتجربتك وقراءتك واطلاعك تستطيع أن تستفيد من هذه العموميات لتنقية ما يأتيك من الغرب. الموجود في الكتب المترجمة ليس سيئا على الإطلاق وليس جيدا أيضا على الإطلاق، فيه أشياء جيدة وأشياء غير جيدة. لهذا لما تكون عند الإنسان ثقافة تربوية مؤصلة وهي التي ندعو إليها تجعلك تستطيع أن تنظف، تفرمت، تخرج الأشياء التي تنفعك وتستفيد منها وتقدمها للناس أو تقدمها لي وتقدمها لأولادك. هناك بعض الإخوة وأقولها بكل أسف وألم
أعرضوا عن الكتب الشرعية وأعرضوا عن الكتب التربوية لأناس متخصصين من أبناء المسلمين والتفتوا إلى الغرب فتشبعوا بتلك الأفكار وبدأوا يسطرونها في كتبهم ويتكلمون بها في دوراتهم، وهذا إذا لم ينتبه له سنجني ثمارا سيئة بعد سنين. نحتاج إلى ثقافة أسرية تربوية معتمدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل ما يوجد الآن من دراسات إسلامية ضعيف؟ أبدا، الموجود في السوق بحمد الله تعالى قوي، وهناك دراسات استفادت من الكتب المترجمة مع تأصيل شرعي لها وقدمت. وأنا حقيقة أذكر لكم هنا كتابان مهمان. طبعا الكتاب الأول يتحدث عن التربية في 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 الغرب، في أمريكا عموما وأوروبا، وكيف تمشي الآن لبلاد المسلمين. أنا أرجو أن تقرأوا كتاب مهم جدا اسمه عولمة التربية، عولمة التربية لماجد عرسان الكيلاني، عولمة التربية، يتحدث فيه عن هذه القضية، وهي قضية الثقافة الغربية، الثقافة التربوية، وكيف انتقلت لبلاد المسلمين، وكيف تسوق الآن أيضا لبلاد المسلمين. الكتاب الثاني إخوان الكرام، هناك كتابان مهمان، أحدهما اسمه اللمسات الإنسانية، اللمسات الإنسانية. اليوم حتى تكتبوا كتب إن شاء الله تأخذ ثلث راتبكم بإذن الله، واللي درس مدارس أهلية تأخذ راتبه كله. اللمسات الإنسانية، اصبر يا عم، اصبر يا حلق. الكتاب الثاني حتى يبقى الحب، حتى يبقى الحب. ترون أنا يعني فهموني، بس أنا أعطيكم عسل، بمعنى أنه في كتب كثيرة جدا. أنا أعطيك الآن كتاب يغنيك عن 40 كتاب بإذن الله. هذان الكتابان ما الفائدة منهما؟ جاء هذا الرجل إلى الكتب المترجمة، أغلب الكتب المترجمة التي صدرت إلى فترته هو، ثم أخذ منها القواعد التي لا تخالف الشريعة، ثم بعد ذلك ضمنها كتابه مؤصلة تأصيلا شرعيا بكلام جميل وسلس، إضافة إلى القصص الجميلة التي ذكرت سواء في التاريخ أو أحيانا هو يصنعها. هذان الكتابان لمؤلف واحد، اللمسات الإنسانية متعلق بتربية الأبناء، وحتى يبقى الأب يبقى الحب في التعامل الزوجي بين الزوج وزوجته. من يعرف المؤلف؟ وله هدية رائعة مثل روعتكم. أيوة، لا غيروا اسمه. ها، محمد البدري. محمد بدري، يا سلام، شوف هذه الجائزة لك، كيف تضع خطة تربوية لأولادك. تفضل شيخ. ها، في المريخ لواصل يا عم، وصل الزقازيق والمنصورة ايش اقول لك؟ ان شاء الله هتحصل. تبغى واحد منه ب150 جنيه؟ طيب إن شاء الله. ماشي يا إخوة، إذا وصلنا لهذه القضية، وهي أننا بحاجة إلى ثقافة تربوية إسلامية مؤصلة. لماذا؟ للاستفادة من الكتاب المترجم وتنقية ما فيه من الخلل، لأن الكتاب المترجم يبقى يكتبه رجل أمريكي بريطاني إيرلندي أسترالي بعقليته هو ومجتمعه هو والمفاهيم والقيم التي عاشها. ماشي يا مشايخ؟ في ناس مشغبة هنا. طيب ننتقل إلى نقطة ثالثة، ونبدأ الظاهر في ما نريد نحن اليوم الحديث عنه. الشرائح موجودة، رجعونا على الشاشة، شوف كيف حلوة زيك. سنتكلم اليوم أيها الإخوة عنكم أنتم، عنك أنت أيها الأب، أيها الزوج، نتكلم عنك أنت أيتها الأخت، أيتها الأم، في هذا الركن الثالث من أركان خطتنا، وهو المربي. المربي نحتاج في المربي هذه الثلاث قضايا، وهي تعلم، تعاون، تفاهم. تركيزنا اليوم هو على قضية التعلم، كيف نستطيع أن نبني أنفسنا من خلال القراءة والسماع وغيره، وهذا سنذكر في خطة إن شاء الله بعد قليل، ثم تعاون ثم تفاهم.
سنبدأ بالعكس، يعني نأتي بتعاون ثم تفاهم. هذا شغال ولا مش شغال؟ طيب، تعلم، طبعا سنرجع إليه لأنه ستدخل شرائح في شرائح. تعلم من الأشياء التي نحن مقتنعون بها بأن ما نفقده أكثر مما نعلمه، وأن حلولنا اجتهادية داخل البيت مبنية على ثقافة مشوشة مشوهة ضعيفة، ليست مبنية على ثقافة مؤصلة. قطعا أنا أؤمن بهذا، وأن لدينا خلل كلنا، حتى أحيانا من يمارس التربية في المدرسة لا يستطيع ممارستها في البيت، لأن ثقافة البيت غير ثقافة المدرسة. هناك طالب وهنا ابن، هناك مدير وهنا زوجة، تعامل هنا غير التعامل مع هذا الشخص. تعاون، وهذه ذكرناها سابقا إخوانا الكرام، أنا في إذا تذكرون كيف تضع خطة تربوية ذكرنا المناخ الأسري، وذكرنا قضية التعاون، وأن التعاون من المهم في داخل البيت هو توزيع الأدوار داخل المنزل، إشراك الأبناء في هذا التعاون، وتحدثنا عنه بشكل كبير جدا، وأعطيناكم نموذج تذكرون في المرة الماضية تحدثنا عنه، ووزعنا المهام في داخل البيت، وقلنا أنه بهذه الطريقة نحمل الفتاة مسؤولية تقوم بدورها. الشاب أيضا لا يجد لديه وقت فراغ في داخل البيت. هذه القضية الآن بالذات وهي قضية تعاون نحن بحاجة إليها في 100 يوم القادمة. لدينا إجازة 3 أشهر و10 أيام، ماذا فعلنا لها؟ سجن الأحداث في جميع مناطق المملكة يمتلئ في الإجازة الصيفية. بسبب ماذا؟ بسبب شيء واحد، فراغ. فراغ، فراغ قاتل، ومسؤولية غير موجودة في داخل البيت. لهذا في الإجازة الصيفية ناس تنام الفجر، وناس 2 وناس 1، والأب ينام الساعة 10 عشان عنده دوام الصباح. ضياع في داخل البيت. ليس كل بيوتنا، لا تزال هناك بيوت محافظة وجيدة ومميزة، لكن يبقى أن لدينا مشكلة كبيرة في الإجازة الصيفية. لهذا أنا أحرص إخواني على حضور الدورة القادمة التي ستكون يوم الثلاثاء للاستفادة فعلا منها، كيف أضع أنا برنامج لأولادي. نحن الآن نعمل مع الإخوة، لكن ما أدري ينتهي أو لا ينتهي، وضعنا خطة لثلاثة أشهر للشباب من 12 إلى 18 سنة، ذكور وإناث، عبارة عن صفحة واحدة. طريقتها كالتالي: من أول يوم في الإجازة إلى آخر يوم ماذا يفعل؟ وضعنا المشاريع، الدورات، الكتب. عنده مثلا 5 دورات في الإجازة الصيفية، نعطيه CD، دورة في إدارة الوقت يتابعها هو بنفسه ويعمل خطة لنفسه أيضا، دورة الأستاذ صلاح الراشد في قضية بناء خطة الحياة ونحو ذلك أيضا موجودة، وهكذا. فلديه دورات يستفيد منها في الإجازة. في آخر الإجازة يكون قد قرأ كمية كبيرة من الكتب سواء قصص أو غيرها، ويكون أيضا لديه قرابة 5 دورات، ويعمل في الإجازة الصيفية 3 مشاريع، كل شهر مشروع، شهر 7 مشروع، وشهر 8 مشروع، وشهر 9 مشروع، ويسلمه بعد ذلك. لدينا تواصل أيضا عن طريق الجوال. هذا كل الكلام بلاش يا إخواني، بلاش، ما في فلوس. أنا في مسجد الآن هنا، حتى لا تصور من قضية تسويق تجاري، لا أبدا. نحن أمام تحدي كبير، كل جهودنا، أوقاتنا، حياتنا لا بد أن نبذلها من أجل شبابنا في هذا البلد وفتياتنا كذلك. القضية أخطر مما نتصور يا إخواني، القضية مصيبة كبيرة على مستوى العالم، ونحن جزء من هذا العالم. إذا لم نحرص على شبابنا ونبني فيهم ثقافة جيدة، وإلا والله نفقدهم، ونظل فقط في كل ما مجلس من مجالسنا: والله الشباب ضاعوا، والله شبابنا ما أدري إيش. هذا الكلام إلى متى سنظل نحن لا نعلق الجرس؟ القضية كبيرة تحتاج جهد كل واحد منا، وليس شخصا أو شخصين أو 3، وليس هذا المربي أو هذا الشيخ أو هذا العالم والداعية. الجميع مسؤول في بيته وفي مدرسته وفي كل مكان. دعونا نساهم أيها الإخوة، دعونا نجلس من الليلة، اجلس مع زملائك، مع جيرانك الموجودين في الحي اللي تصلي أنت وإياهم، اجلسوا مع بعض. كيف نستطيع أن نقيم أو نجعل أولادنا يستفيدون من هذه الإجازة الصيفية؟ أنا أتمنى، ولدي الحقيقة خطة واضحة في هذا الحمد لله، كتبتها قبل أظن 5 سنوات أو 6 سنوات، مركز صيفي عائلي، وألقيته مرة، وأنا أقول
يمكن أن يطبق أو لا يطبق، وطبق بحمد الله في أكثر من أسرة. أطبق هذا المركز الصيفي العائلي، وجاءني أحد الشباب بعد انتهاء الإجازة الصيفية من تبوك وجلست أنا وياه، وقال يا أخي قلبت حياتنا كلها بالكامل في داخل البيت، مركز صيفي عائلي، أوقات قراءة واستيقاظ وبرامج وأشياء كثيرة، وزع أولاده في داخل أخوانه في داخل البيت واستفادوا فائدة كبيرة. نحن نحتاج أن نضع الخطوة الأولى وأن نكسر أوهاما وحواجز منعتنا من أن نقدم على أن نستمتع، أن نسعد في داخل بيوتنا. تربية الأولاد والله سعادة ومتعة، والمتعة والسعادة متلازمتان هي والتعب، كلما تعبت كلما تلذذت، وكلما جاء الشيء بالسهل كلما لم تشعر له براحة ولا سعادة. إذن يا إخواني نحن أمام تحديات كبيرة جدا، قضية التعاون، قضية الأسرة تكون متكاتفة، قضية أن نحرص على أن كل واحد منهم يكون له دور في داخل البيت. نحن نربي بهذه الطريقة، يكفي تسيبا في داخل بيوتنا، حاشا هذه الوجوه، لكن نحن نعاني أيضا من هذه المشاكل، ينبغي أن نجابه أنفسنا ونصارحها ونبدأ في خطة صحيحة واضحة. ثلاثة أشهر، إذا فشلنا في ثلاثة أشهر نفشل في بقية السنة، ونحن مشكلتنا ليست في الثلاثة أشهر، مشكلتنا في التسعة الأشهر الأخرى التي لم نعتنى بها وليست هنا. وفي معادلة في الإجازة الصيفية نحتاج إليها، وهي دائما الأبناء يحتاجون متعة، والأولاد والآباء يحتاجون إلى أشياء جادة، ولا لا؟ دخلوا في معهد حاسب، تعلم لغة إنجليزية، والولد يبغى. لهذا كلما جعلنا برنامجنا في الإجازة الصيفية يجمع بين هذين الأمرين وهما المتعة والفائدة، هذا النجاح الحقيقي. إجازة صيفية اجعلها تساوي متعة وفائدة، أما كل شيء جاد ونحو ذلك ليس بصحيح. سجل ولدك شهر في المدينة النبوية لحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، تمام، لكن بعد الشهر ماذا سيفعل؟ ماذا ستقدم له أنت حتى يشعر بأن هذا الشهر وراءه فائدة، وراءه متعة سيجدها، لكنها متعة أيضا منظمة، كما أن هناك يأخذ شيء جاد ومنظم، ينبغي أن يكون هنا أيضا شيء جاد أو شيء ممتع ومنظم له. طيب، القضية التي تليها، عيدونا للشاشة يا مشايخ. تفاهم، لا بد من وجود منهجية واضحة في تربية الأبناء والحياة داخل المنزل. من أسس التفاهم أيها الإخوة في قضية التربية أن يعرف الإنسان طبيعة الزواج والأسرة، يعني قضية الزواج والدخول فيه أصلا من الأساس تحتاج إلى نية، تحتاج إلى فهم حقيقي للزواج. يدخل الشاب بتصورات أخذها من زملائه في المرحلة الجامعية أو بعد تخرجه من الجامعة، سمع بعض الأشياء في ليلة الزفاف أن نسوي كذا وكذا وكذا، ودخل بهذه العقلية. كيف يمكن أن تكون حياة سعيدة وزوجية متزنة وفيها استقرار وسكينة ومودة ورحمة والإنسان يدخل بمفاهيم مغلوطة؟ لهذا نحن بحاجة أول قضية نفهمها لأولادنا من خلال الثقافة الأسرية، ونفهمها نحن كآباء أيضا، ما هي طبيعة الزواج؟ ما هي طبيعة الأسرة؟ ما هي المسؤولية الملقاة على عاتقي؟ الآن تجد أن الأب متخلي أو الأم متخلية، أو أن الأم أحيانا تقارن بين البقاء في وظيفتها أو الجلوس مع أولادها، ويضيع هؤلاء الأبناء، وشخص مشغول في النهار إلى قرب صلاة الظهر، وشخص آخر إلى بعد صلاة الظهر، ثم لا يبقى إلا جزء بسيط للأبناء بعد بأجساد منهكة وبعقل قد ذهب كل ضوءه وسعادته في الصباح. نحن نحتاج فعلا نقف مع أنفسنا وقفة صحيحة، ماذا تشكل الحياة الأسرية في حياتنا؟ وهل هذه المعادلات الموجودة الآن في المجتمع إما عملي وإما أولادي، هل هذا الأمر صحيح ولا يمكن أن يكون هناك نوع من التوازن؟ لدينا خلل أيضا في هذه القضية إلا من رحم الله. الحياة الزوجية تعني المسؤولية التي أوكلها الله عز وجل إليك، الحياة الزوجية سكينة ومودة ورحمة وسعادة، هل توجد في بيوتنا أو لا توجد؟ إذا لم توجد معنى أن لدينا خلل في فهم هذه الحياة. الزوج الذي يظل هو وزوجته شهرا كاملا لا يكلم أحدهم الآخر، أو أسبوعا من أجل موقف تافه مر عليهم، ورسالة ورسالة وثانية وثالثة ورابعة، حتى أصبحت بعد ذلك قضية كبيرة في حياتهم، وأصبح هذا لا ينام إلا في المجلس وهي تنام في مكان آخر، والأولاد يرون أسرة مفككة كقوقعة في داخل البيت، والأب يأتي إما يأكل وجبة أو لا يأكل. أي حياة هذه؟ هل هذا فهم فعل حقيقي الحياة الزوجية، أو هو نوع من المكابرة والعناد
الذي يعيشه كثير من الأشخاص في بيوتهم. إذن قضية التفاهم في حياتنا بمعرفة طبيعة الزواج والأسرة لا تأتي إلا من خلال ماذا؟ من خلال قراءة أسرية تربوية. انظروا هذا الحديث ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزده الله إلا من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لدينها انظر الحديث بنصه بارك الله من تزوج امرأة لدينها ليحصن فرجه وليصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. النية مطية، النية الأولى للحياة الزوجية مطلب مهم، واستمرارها أيضا مطلب مهم. تجد أن هناك قضايا كثيرة نتفق عليها في أول ليلة، مشاكل وما مشاكل وغيرها، ثم بعد ذلك تمحي هذه الأشياء وتذهب وتزول. كثير من الأزواج يقول أريد ذرية صالحة، فإذا جاءت ذرية صالحة والولد الأول ضاع هذا الولد ولم يربى التربية الصحيحة. لماذا؟ لأن الأم لم يعتنى بها، ولأن الأب لم يأتي ويشتري كتابا لزوجته بمجرد حملها ويقول خذي هذا الكتاب يا زوجتي العزيزة، لأن عندنا ولد سوف تنجبيه بعد 8 أشهر، ينبغي أن تعتني به. فلو سألنا أنفسنا سؤالا الآن، من يا إخواني يعرف كتابا يتعلق بتربية الولد في 5 سنوات الأولى و6 سنوات الأولى؟ يعطي الأم معلومات ثقافية وتربوية وعلمية وصحية وكل شيء. هاي يا إخواني، أحد يعرف؟ أحد أهدى لزوجتي مثلا الكتاب؟ تفضل. يعني عندك في البيت ولا ما عندك؟ عندك شريته. طيب وغيره مشايخ؟ تفضل. يا دكتور الله يحفظك، إجابة السؤال هذا والسؤال الأول اللي سألته أن مع وجود الغث السمين موجود في المكاتب الآن، لمن ومن تقرأ له؟ تمام. احنا ليش حاطين هذه الدورة الآن؟ هذه الدورة، لكن من أول أنا أعلم أن الجميع اللي هنا كلهم يودون يقرؤون، لكن مع وجود كتب التربية بكثرة، كتب الأشرطة بكثرة، كل هذه جميل. تحطم الواحد اللي أنت متزوج متزوج شيء. نعم. خلاص تزوج واحدة ثانية وابدأ معاها من الصفر. كيف دكتور؟ زوجتك معاك؟ اي خرب عليك الليلة. لا عادي، بس اقول لك يا دكتور هذه مصيبة عظمى مع وجود الغث السمين الموجود الان. صحيح. قد يقع في كتاب تربوي مو جيد، يعني في دكتور نفسي يخرج ويقول وضع الابن في الغرفة اذا وقع خطأ هذا امر جيد كعقاب، ودكتور آخر يخرج ويقول لا أن هذا يسبب له ظلمة عقدة نفسية وما أدري إيش، فتقع في حيرة. طيب والجواب الحين نبغى الكتاب. الجواب عندك أنت. الجواب عندك. أنت عندك أولاد؟ لا ما عندي. باقي. أي تولي. كم لك متزوج؟ 3 أشهر. ما شاء الله توك ما شاء الله جديد. طيب من يتبرع له بغرفة في عرش بلقيس يا جماعة؟ طيب. قبل أسبوعين ألقيت محاضرة اسمها سنة أولى زواج في جدة، وبحمد الله يعني الأخوة اشتغلوا عليها شغل طيب وكان حضورها كثير جدا، مما يدلك على أن هذه القضية خاصة قضية مشكلة. المهم تكلمت على الزواج، تكلمت على الملكة وش الأشياء اللي تسويها في فترة العقد 3 أشهر إذا كانت 3 أشهر أو شهرين، وأعطيتهم كتاب من أخطر الكتب اللي على وشك زواج يقرأ هذا الكتاب، خطير جدا، اسمه حبها في 7 أيام، كيف تجنن الحرمة فيك في فترة الملكة. أصلا كلهم مجانين في هذه الفترة، الرجال على الحرمة. ثم بعد ذلك تكلمت على ليلة الزفاف وماذا تفعل فيها. طبعا ليلة الزفاف الناس ما تفهمها للأسف إلا فهم جنسي للأسف، يعني أننا على قولتهم يقول حنا البلاد العربية محمية فحول يفكون على العالم في آخر السنة. هذا جنن يا أخي، ما يفكر واحد إلا هذا التفكير. لكن تكلمت عندما تجلس بجوارها ماذا تفعل، كيف تزرع البسمة في أول ليلة، ما أهم 6 قضايا تتحدث معها مع زوجتك فيها في أول ليلة. وهذا أمر مهم جدا يا إخواني. طبعا هي طرفة، أنا أحكيها لكم. بعض الأخوة يقول، واحد من الشباب يقول لي صليت أنا وزوجتي هذه الليلة، وين شب راسها في الثوب حقي.
يوم قامت من السجود وينشب راسها في الثوب. قامت هي طبعا ارتفع الثوب معها. تبغى تنزل نشبت نشب ثوبها في الشباصات حقها. تعرف هذيك الليلة الكوافيرة شغالة 5 ساعات. يقول أنا أبغى أصلي ما قدرت أصلي أصلاً. آخر شيء التفت إليها وكلهم ضحكوا فسدت الصلاة وضاع كل شيء. الحاصل الذي أريده أنا بعد ما لقيت المحاضرة انتهيت منها أرسل لي واحد من أخوة رسالة قال لي الحقني الله يرضى عليك بعد سماع المحاضرة وقعت لي مصيبة كبيرة مع زوجتي كانت حاضرة. أتصل الله به قال ترى محاضرات سببت لي مصيبة كبيرة مع الزوجة. بسم الله الرحمن الرحيم أنا جاي نصلح ولا نفسد. فاتصلت عليه قال لي يا أخي زوجتي كانت حاضرة وبيني وبينها أصلا مشاكل كثيرة فأنا جبتها اليوم عشان توم مزوجي لهم 6 أشهر. إيش السبب؟ قال لي يا أخي سمعت أنه في يوم الملكة جيد أن الواحد يقدم هدية ويجيب أحيانا باقة ورد. قال بس ركبنا في السيارة قالت شوف أنت كيف رجل عنيف ومدري إيش ما طبقت هذه الأشياء معي في أيام الملكة. يقول قبت الدنيا بيني وبينها وصارت مصيبة الآن كبيرة بين هذا الزوج وزوجتي. يعني وصلت إلى مرحلة أنه يريد أن ينفصل عن هذه الأشياء. لا شك أن هذا مو صحيح. أن الأشياء التي نذكرها إنما نذكرها يعني من جهة الذوق وغيرها ليست هي أشياء واجبة. فالزوج أحيانا يكرم أهله بهدايا كثيرة ويشتري لهم أشياء كثيرة لكن بعض يعني المرأة تتصور أن هذه الأشياء إلا وجوبا لابد أن تعمل. طيب نعود إلى قضية التفاهم. معرفة طبيعة الزواج والأسرة مهم يا إخوان الكرام، مهم حتى معرفة الأحكام الشرعية في الأشياء الأسرية. نأخذ كذا سؤال سريع، من أخذ دورة فقهية في القضايا الأسرية؟ يلا يا إخوان والهدايا جاهزة ها، دورة فقهية في القضايا الأسرية هذا الكتاب جاهز. يلا يا عم طلع اللي عندك. من قرأ كتابا في القضايا الفقهية للأسرة؟ ها لا 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 هذا مشاعر احنا ما نبغى مشاعر الليلة نبغى علم. هاي يا اخوة ولو في المنام ولو قبل الولادة. اسمه ايه؟ خلاص لازم الواحد يعطينا معلومة دقيقة. انت استاذ ولا لتدرس؟ ها طيب مشايخ تفضل. لا لا جيد هو جيد يعني بس ما تحصل فيه على الكتاب. لا نريد احنا كتاب فعلا شرعي يبين لك احكام الأسرة، احكام النفقة، المسكن، اذا يوم من الايام تزوج الانسان مثلا زوجة اخرى ماذا يفعل معها، كل شيء. الحريم اليوم بيزعلون منا، ليس هذا هو يعني حثا لكم، انما هو فقط بيان احكام شرعية موجودة في شرعنا. هاي مشايخ حد يعرف؟ ما شاء الله الأيدي هنا في اليسار، احنا ما انتبهنا لكم، ناس دوافير هنا. خلي بس الأخ عنده الميكروفون، تفضل يا أخي. في كتاب قرأت تحفة العروس. تحفة العروس ده في بغى تسألك سؤال يا شيخ. نصه مشفر تحفة العروس، يعني ما فيه ولا بس سؤال يا شيخ اللي أنت ذكرت أن من سن إلى 5 سنوات سنذكره الآن الكتاب. سنذكره، لا لا يزال في ذهني. ها الإخوة هناك، تفضل شيخ. في كتاب الزواج الإسلامي السعيد قرأته؟ اي نعم قرأته، هو كامل يعني. احنا ما نبغى تقرأ المقدمة والخاتمة ما يصير. احنا نريد فعلا انسان يقرأ فيستفيد. الاخوات النساء اذا احد منهم قرأ اي كتاب. هاي مشايخ الاخ هنا هنا تعال تعال حبيبي هنا. يلا. دورة علمية كانت الشيخ يوسف الشبيلي فقه الأسرة. سلام. حضرتها كاملة في هذا المسجد؟ حضرتها كاملة ولا يوم واحد؟ هو هي كانت يوم واحد، يوم كامل من الصباح إلى المساء. أها جميل. تذكر معلومة فيها كذا جيد ولا أسوي لك اختبار إجراء؟ قبل 3 سنوات. لكن استفدت منها صحيح؟ عندك أولاد ولا ما عندك؟ عندك هذا الكتاب ولا لا؟ تحتاجه؟ طيب أعطي شيخ جاك بلاش. سبحان الله أنا دور طقم أقلام أبغى أشتريه بأي وسيلة. والبارح واحد زاه الله خير أهدى لي طقم أقلام ب400 ريال. والناس نجي كل مرة ولا أحد هدية ولا يسوي لي حاجة. هذا القلم اشتريته من هنا ب80 واشتريته من باريس ب18 ريال ونفس الماركة عشان لما تروح هناك تشتروا بنفس الله. طيب إخواني
ما الكتاب المناسب للشيء الشرعي، البناء الشرعي؟ في كتب كثيرة بحمد الله تعالى، وأنتم واضح أن لديكم أسماء كثيرة، لكن في كتاب اسمه قواعد تكوين البيت المسلم لأكرم رضا. ترى احنا جالسين نرتب مكتبة للبيت يا جماعة، ها؟ اكتبوا قواعد تكوين البيت المسلم لأكرم رضا. ها؟ أكرم رضا، ألف كاف كاف را ميم، رضا. هذا تكلم عن الأسرة عموما، خطوبة وأحكام شرعية ونفقة وكل شيء. واحد كبير. لا ما طبع إلا طبعة واحد، أكثر من طبعة في اليقين ودار التوزيع وطبعة وقطر، كله مجلد واحد، ما طبع مجلدين أبدا. طيب الإخوة اللي سألناهم قلنا لهم هل جهزتم زوجاتكم لأولادهم؟ وهذه قضية مشكلة، يعني حتى الآن تلد زوجتك في مستشفى الولادة، تحصل أحيانا إذا فينا أخوات معتنيات مشرفات اجتماعيات وغيرهم طلعوا لك مطوية بارك لك الموهوب أو بورك لك الموهوب وأعطوك كتيب آخر وانتهى الموضوع. هذا مو صحيح، هذا جيد، هذا مفيد ونافع، لكن أصلا نجهز هذه المرأة قبل أن تلد بهذا الولد وهو في بطنها أيضا. الغرب مجانين، يقولوا أنه المرأة تقرأ لولدها في سن 9 أشهر، يعرف عاد يطلع بعدين ما شاء الله يقرأ مجرد نزوله منها. كتاب مهم جدا خذوه، اسمه أمهات للمرة الأولى، أمهات للمرة الأولى لصفاء العظمة، أمهات للمرة الأولى لصفاء العظمة. أنا سأحاول أنتهي إن شاء الله، أحاول بين إلى صلاة المغرب. بعد المغرب أريد كل نقاش في الثقافة الأسرية، في الكتب اللي تحتاجوها، في المشاكل المعينة مثلا تحتاج لكتب فيها، حتى يكون المجال يعني مفتوح بإذن الله. المؤلف صفاء العظمة، صفاء العظمة، أمهات للمرة الأولى. طيب أيضا أيها الإخوة، عيدونا للشاشة يا مشايخ، يا مونيتور، الثقة بإمكانات الآخر من أسس التفاهم. لا تنظر لزوجتك ولا لزوجك بنظرة غير جيدة. زوجة مثلا والله تحمل شهادة غير شهادتك، أنت أعلى منها أبدا، تعامل معها كأم. ثم بعد ذلك خذ كتابا معينا وابدأ بالقراءة أنت وإياها. أنا أقول دائما وسأقول ما حييت بإذن الله، من أهم القضايا التي ينبغي أن نعتني بها كأزواج أن نرتفع ونرفع زوجاتنا معنا، لا يظلون في مكانهم. يا إخوان، زوجة دخلت إلى بيتك، الأصل أن ترتقي أنت بدينها وتربيتها وكل شيء، مثل ما فعل حبيبك صلى الله عليه وسلم. كل ليلة بعد صلاة العشاء يجمع زوجاته 9 في البيت الذي هو فيه ويعلمهم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نحتاج أن نأخذ لنا كتاب أنا وزوجتي وأقرأ أنا وإياها في آخر الأسبوع مرة واحدة، أقرأ صفحة صفحتين فيما يتعلق بحياتنا. أنا إذا أردتم كتابا أنا أرشح لكم كتاب اسمه العشرة الطيبة لمحمد حسين يعقوب، العشرة الطيبة لمحمد حسين يعقوب. لكن أريدكم أن تبدأوا، علقوا الجرس يا إخوة، ما نحتاج إحنا معلومات وثقافة، هذه سهل تحصل عليها من كل مكان، سيأتيك عنوان الكتاب إن شاء الله. لكن علقوا الجرس، ابدأوا، اجلس أنت وزوجتك وقل لها لن تقوم حياتنا بدون تفاهم. العشرة الطيبة لمحمد حسين يعقوب، ماذا؟ ليس شغلي هذا، هذا اللي عندكم في الدار التي طبعته هي دار التوزيع. دار التوزيع محمد حسين يعقوب، العشرة الطيبة. هذا الكتاب فيه ميزة أنه جمع كل ما يتعلق بالأسرة، فيها الثلث الأول للزوج، الثلث الثاني للزوجة، الثلث الأخير للأولاد. الطريقة التي تفعلها كالتالي: في ليلة هادئة هانئة حالمة رائعة إلى آخره، اجلس أنت وزوجتك بعد نوم أولادك، ولا اذهب أنت وإياها، الأولاد يلعبون في أي مكان، وقرأ صفحة صفحتين لا تزد عليها، ثم ابدأ بالنقاش فيها. إيش رأيك في هذا الكلام؟ كيف يمكن نطبق هذه القضية على أولادنا؟ خلاص، هذا خذ 20 دقيقة، نصف ساعة، ثم قفلوا الكتاب. ثم بعد ذلك في النصف الساعة الأخرى والعشرين دقيقة، إيش وضع بيتنا يا حرمة؟ أولادنا كيف في البيت؟ ماذا يفعلون؟
إيش ملاحظاتك على مريم وعلى سارة وعلى سارة وعلى صالحة وعلى عبد الله وعلى منصور وعلى ريم؟ ما إيش ملاحظاتك؟ ثم تناقش في هذه القضايا. والله يا إخواني للأسف الشديد بيوتنا خالية من الحوار حول أسرتنا، نتحاور فقط في قضايا بسيطة إذا احتجنا إليها، لكن حوار داخل البيت على الأولاد، وأن كل ولد إيش الأشياء المشاكل اللي تمر به، عنده مشاكل دراسية، عنده مشاكل مع إخوانه، هذا غير موجود للأسف الشديد. أحد الأخوة كنت معه بالأمس قال يا أخي تركت الأولاد عند جدتهم وأخذت زوجتي ومشيت أنا وياها لأبها لوحدنا، وجلسنا فعلا يعني ننظر في حياتنا ونتناقش في قضايا نحن بحاجة إليها. أما أن تظل المرأة هكذا صامتة والزوج صامت وكلامنا فقط أصبح به كلام كأنه عمل لتسير دفة حياتنا، هذا مو صحيح. وتجد أن ما كنا نتكلم به في أيام الخطوبة والملكة ونحو ذلك أصبح الآن حبرا على ورق. الزوج الذي كان يتكلم إلى منتصف الليالي مع زوجته في الجوال أصبح الآن لا يخرج إلا كلمة أو كلمتين، حتى كلمات الحب والمشاعر والمودة بين الزوجين. هذا واقع ولا لا؟ أكبر مشكلة الآن تعاني منها الزوجات في البيوت هو صمت الأزواج، وأكبر مشكلة يعاني منها الأزواج في حياتهم الزوجية هو مللهم من الحياة الزوجية. ملل، في ملل واضح، يبغون تجديد. المرأة مطالبة أن تجدد وأن تعف زوجها بهذا التجديد، والرجل مطالب أن يحاور أن يمسك زمام الأمر ودفة السفينة في داخل البيت، لا أن يظل صامتا. أنا أجزم بأن هذه المشكلة تعاني منها أسر كثيرة، صمت مطبق منقطع النظير، يتكلمون فعلا بكلمة ورد غطاها. والدليل على هذا يسافرون من الدمام إلى الرياض